السعودية توقف أشخاص وحجز قارب مطاطي ومبالغ مالية. المغرب يفرض إجراءات جديدة على الشاحنات الإسبانية العابرة لترابه الوطني. جل موظفي الصحة والتعليم بالمغرب نساء. مباراتان وديتان للمنتخب الوطني للاعبين المحليين أمام المنتخب النيجيري شهر نوفمبر المقبل. لجنة حقوق الإنسان العربية تدين تصريحات ماكرون حول الإسلام. النهاية الحتمية لبوليساريو. بعد الأفارقة دول الخليج تفتح سفاراتها بالعيون. أكاديمية سوسماس تقطع 1400 درهم من أجور المتقاعدين بدون إشعار مسبق. باريس تدعو الفرنسيين في الدول الإسلامية إلى توخي الحذر.